السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الطريق إلى 7 أكتوبر، موعد يومي نلتقي فيه بممثلين عن الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وتتبارى هذه الأحزاب على نيل حصتها من مقاعد مجلس النواب التي ستكون حاسمة في تشكيل الحكومة المغربية المقبلة. من خلال المسير في الطريق إلى 7 أكتوبر نتعرف على أفكار هذه الهيئات السياسية وبرامجها وتصوراتها اتجاه قضايا السياسة والاقتصاد والمجتمع. يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الطريق إلى 7 أكتوبر السيد العربي العزوزي عن حزب الوحدة والديمقراطية. مرحبا بك سيدي. شكرا على الاستضافة. كما يسعدني أن أرحب بالسيد فريد خلفي عن حزب التجديد والإنصاف. شكرا. أهلا وسهلا. وكان مقررا أن يكون معنا ممثل عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، لكن على ما يبدو أن أسبابا طارئة حالت دون حضوره في الوقت. أرحب بكما على كل حال، ونبدأ المسير في الطريق إلى 7 أكتوبر بالسؤال الأول، ويتعلق بالأحزاب السياسية، بالهيئات التي تنتمون إليها. في نظركم السيد العربي العزوزي عن حزب الوحدة والديمقراطية، إلى أي حد الأحزاب المغربية اليوم قادرة على استقطاب النخب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أغتنم هذه الفرصة باسم حزب الوحدة الديمقراطية ليتقدم بتهنئة حلول السنة الهجرية الجديدة، وأتمنى أن يعيدها الله علينا وعلى جلالة الملك وعلى الشعب المغربي وعلى سائر المسلمين بالخير واليمن والبركة. إنما قبل جواب عن العنصر أو الأول المتعلق بالأحزاب والنخب، في دقيقة لو سمحتم. نعم سيدي، لابد من أذكر واقعة لابد من ذكرها بهذه المناسبة، وهي أن المثقفين باعتبارهم جزءا من النخب لم يشملهم الاعتناء والاهتمام في جميع التساطير المغربة إلا حين دستور 2011، وقد كان حزب الوحدة والديمقراطية كان له السبق في أن يتقدم خلال مشاورته مع اللجنة المكلفة بإعداد الدستور 2011 ان ذكر وحده في مذكرته واعتنى بالمثقفين والمثقفين، باعتبار ان هاد المثقفين هما جزء من النخب الذين يكونون المجتمع. نعم، استوفينا الوقت المخصص لهذه النقطة، سأعود إليك في نقطة أو في سؤال لاحق. سيد فريد خلفي عن حزب التجديد والإنصاف، إلى أي حد الأحزاب المغربية اليوم من بينها حزبكم قادرة على استقطاب النخب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. معكم فريد خلفي، ممثل حزب التجديد والإنصاف، وكيل لائحة تحالف العهد والتجديد بإقليم برشيد. احنا في الحزب ديالنا ديال التجديد والإنصاف نبغي نقول للمغاربة بأننا كنرشحوا المناضلين ديال الحزب، وما كنقلبوش على أصحاب الشكارة. عندنا مناضلين ولاد المدرسة ولاد البيت، كنستقطبوهم عبر العمل اللي كتقوم به المنظمات الموازية للحزب. كنشوفوا الناس اللي عندهم الكفاءة كندخلوهم عندنا العمل السياسي في إطار جميعا من أجل الوطن. اليوم المغرب محتاج لنا باش نعاونوا المصلحين في المغرب ونعاونوا المؤسسات اللي باغا تخدم. لا يمكن الولوج الى مغرب جديد بنفس الوجوه التي ساهمت في البؤس وتفقير الشعب. نحن لا نرشح بين وكلاء لوائحنا الفاسدين الذي اغتنوا عبر السياسه. بغيت ندير نقطه كبيره، ما يمكنش لينا نزيدوا بالمغرب بنخب ساهمت في سرقة الشعب. اليوم المدرسة ديالنا فيها 70 تلميذ سرقوا مدارسنا، والمستشفيات ديالنا ما فيهاش الدواء، سرقوا أدويتنا، سرقوا الأطباء، سرقوا الميزانيات. لا يمكن
اعتماد على الأحزاب التي صنعت البؤس. نعم. احنا حزب جديد. نعم. ما عمرنا شاركنا في شي حكومة، جينا باش نديروا الكرامة ونحاربوا التحكم، جينا نردوا الكرامة للأطباء. نعم. والأساتذة. سنغلق الملف السياسي ونفتح الملف الاقتصادي مع القطاع غير مهيكل السيدة عربي العزوزي. هذا القطاع أصبح يشغل مئات الآلاف من المغاربة، الباعة المتجولين، ما يطلق عليه بالفراشة. هل هناك رؤية لدى حزبكم لإدماج القطاع غير المهيكل في داخل القطاع المهيكل؟ بصفة أكيدة أن حزب الوحدة والديمقراطية له رؤية وله موقف من القضية ديال القطاع الغير المهيكل. هذا القطاع المهيكل الذي اختزله في فئتين اثنتين في ظاهرتين اثنتين، هي ظاهرة الباعة المتجولين وفي ظاهرة ما يعرف بالتهريب المعيشي. هذه الوضعية أو الظاهرتين تلحقان ولهما أسباب ومساوئ تتجلى في المنافسة غير مشروعة بين التجار المهيكلين الذين يؤدون الضربة، وفي إلحاق الضرر بجمالية المكان الذي تمر فيه هذه التجارة، وبحرمان الدولة من المداخل الضريبية لما يتاجرون به، وكذلك إلحاق الضرر حتى بالبيئة بصفة عامة. إذن فهذا من ناحية ظاهرة الباعة المتجولين. أما بخصوص ما يعرف بالتهريب الضريبي، فإن الحزب بخصوصه يرى أن تتدخل الدولة لدى السلطات الإسبانية من أجل الحد من المعاملة السيئة لهذه الفئة. نعم. فئة التي تقوم بالتهريب في الحدود. واضح. استوفينا الوقت في هذه النقطة، سأمر إلى سيد فريد خلفي عن حزب التجديد والإنصاف. ما المقترحات التي لدى حزبكم لحل مشاكل القطاع غير المهيكل، ودعنا نركز على فئة الباعة المتجولين؟ شكرا. احنا واضحين، احنا على قبل هذه الفئات جينا، بغينا نقولوا للمسؤولين ما يمكنش نخليو اللوبيات الفاسدة اللي كتسير المدن في إقليم مدينة برشيد كيوعدوا الناس بأنهم غيديروا محلات تجارية لدى الناس ديال الفراشة، العيالات اللي كيبيعوا الخبز في الحي الحسني اللي ما يسمى بالبلوك، القصارية كاين الفراشة وكاين الناس دراوش. احنا في إطار الشعار الكبير اللي جينا عليه في الحملة الانتخابية ديال 2016، جينا ضد التحكم وضد الحقرة في إطار الكرامة. يجب منح الكرامة لجميع الشعب المغربي، ما يمكنش نتقدموا بالطبقية. احنا عطينا حلول، قلنا خصنا محلات تجارية في كل أحياء وفي كل التجزئات اللي كيترخص لها. ما يمكنش للدولة ترخص للتجزئة إلا ما كانش فيها عشرات المحلات التجارية، باش الناس اللي غيمشيو يديروا فراشة كنعطيوهم المحل. الوطن يمنحك أين تبيع وتشتري بكرامة. احنا على قبل هذا الهم ديال هاد المواطنين جينا. اليوم الحزب المعلوم كيهدد الناس مدينة برشيد، صحاب الفراشة كيقول لهم إلا ما صوتوش علينا غنصيفطوا لكم المخازنية، وهذا ليس معقول. النداء واضح، يجب على الدولة ألا تبقى محايدة، خاص السلطات تحرك وتدعم القانون في إطار المغرب الجديد اللي بديناه من 2011. على الأقل الدولة مطلوب منها أن تقوم بالحياد الإيجابي لضمان سلامة العملية السياسية. نبقى دائما في الاقتصاد، وهذه المرة عن الاستهلاك، وأبدأ معكم سيد العربي العزوزي. دائما نتحدث عن مديونية الدولة، وكثيرا ما ننسى مديونية الأفراد. ماذا يمكن أن تقول عن دوامة الاستهلاك اليومية للمواطن المغربي المستهلك، وعلاقة ذلك باستقراره وبقدرته على الادخار؟ هذه الظاهرة، أي ظاهرة الاستهلاك، أصبحت ظاهرة متوشية داخل المغرب. فأصبح المغربي ينفق ويستهلك ويقترض من أجل النفقة على
مواد ليست بضرورية وإنما هي كمالية. وهكذا نجد أن المغربي يقترض من أجل إحياء الأعراس، يقترض من أجل شراء السيارة، يقترض من أجل شراء أضحية العيد، يقترض من أجل تغطية مصاريف العطلة ومصاريف الأدوات المنزلية، الشيء الذي ينقلب سلبا على الأسرة المغربية ويهددها في كيانها، يهددها وتتشتت وتتمزق ويخلق بذلك مجتمع مهزوز. نعم. إلا أن ما يخرج من هذه الوطأة هو ما عرفه المغرب من ترشيد المداخل عن طريق المبادرة الوطنية وتشغيل الشباب، وما عرفه من تسهيل لخلق التعاونيات القطاعية. هذا شيء يخفف من عبء هذه الظاهرة. نعم. المشينة. شكرا لك سيد عربي العزوزي. أمر إلى سيد خلفي، فريد خلفي عن حزب التجديد والإنصاف، كيف تنظرون إلى هذه المسألة، مسألة الاقتراض، دوامة الاقتراض؟ هل هي مسألة طبيعية؟ إلى أي حد يمكن أن تغنون هذه التجربة، وخصوصا نتحدث عن ثقافة الادخار داخل المجتمع؟ سيدي، احنا بغينا نوجه نداء للشعب المغربي، ونداء على الخصوص ساكنة إقليم برشيد. الأحزاب القديمة كترشح ليكم مالين الشكارة، ولد فلان وولد فلان، ولد الشكارة كيخسر مليار في الانتخابات، ملي كتسالي الانتخابات كيبقى يعمر الشكارة ديالو، المدرسة كيبيعوها، السبيطار كيبيعوه، القدرون كيبيعوه، الماء اللي كنشربو في دارنا غير صالح للشرب. منين جا هادشي؟ الدولة منين الميزانيات كتمشي بالسرقة؟ كنتسلفو من برا، ملي كنتسلفو من برا كنزيدو على الناس في الماء، في الضو، القدرة الشرائية ديال المواطنين طحنت، ما بقاش المواطن المغربي قاد يخلص الماء والضو. علاش؟ لأن الميزانيات التي رصدت لهذه المجالات سرقت من طرف اللوبيات التي ترشحها الأحزاب القديمة المتعفنة. اليوم بغينا نقولوا لكم ما تصوتوش على النخب الفاسدة القديمة، ولد فلان وولد فلان، هذوك غير ولاد خليهم يلعبوا، ما خصهمش يلعبوا في المصير ديال المغرب. صوتوا على اجيال جديده، نخب جديده. الا ما بغيتوش تصوتوا على تحالف العهد والتجديد ما عندناش مشكل، نجيو حنا الاخرين، ولكن بلادنا خصها تتقدم. بغينا الجديد في السياسه. اصحاب الريع اللي باغيين يصوروا الفلوس يبعدوا على السياسه، الله يرحم الوالدين، يمشي يدير تجاره، يدير التجاره، يدير المعامل، يصور الفلوس، يخدم الشباب، باش ما تبقاش عندنا البطاله. الريع في السياسه كيعطينا البطاله وكيعطينا على كرامه. شكرا لك فريد خلفي. نفتح الملف الاجتماعي مع سؤال التعليم سيد العربي العزوزي عن حزب الوحده والديمقراطيه. اود ان نركز على التعليم الخصوصي، كيف تنظرون اليه؟ هل هو مكمل لدور المدرسه العموميه ام يمكن اعتباره طرفا اساسيا في المعادله؟ نعم، هو مكمل كما نراه داخل حزب الديمقراطية، مكملا للتعليم العمومي. إلى أنه أصبحت هناك واحد ظاهرة غريبة، وهو أنه المغربي أصبح يرى في التعليم الخصوصي بأنه ظاهرة ترف. الطالب لا يريد أن ينخرط وأن يسجل في كلية التعليم للجامعة، وإنما يسعى إلى التسجيل في المعاهد والمؤسسات الخصوصية. نعم. من جهة، كما أصبح الآباء أنفسهم يسجلون أولادهم بالمدارس الحرة عوض المدرسة العمومية، ولهذا فقد فشل التعليم الخصوصي في أداء ما أريد له من أن يكون مرادفا للتعليم العمومي، وأن يؤدي مهمتهما في أحسن وجه للأسباب المجملة في النقاط التالية: في عدم مراقبة التسيير الإداري للقطاع من طرف الدولة، في عدم مراقبتها أي الدولة للبرامج والمناهج،
في نقطة أخيرة في عدم مراقبة مستوى المدرسين. نعم. بهذه الموارد البشرية والمناهج. واضح سيد عربي العزوزي، أنتهي معكم سيد فريد خلفي، في نظركم في حزب تجديد الإنصاف ما هو الدور الذي ينبغي أن يقوم به هذا التعليم، التعليم الخصوصي، هل هو مكمل أم أساسي؟ كيف سنظرون إلى التعليم الخصوصي في المجتمع؟ نحن في تحالف العهد والتجديد كنقولوا المغاربة كاملين، وكنقولوا لساكنة إقليم برشيد على وجه الخصوص، التعليم الخصوصي راه هو التعليم العمومي زائد غا ترونسبور. كونوا واضحين، مع احترامي للمؤسسات التعليمية اللي كتبذل المجهود، ولكن هل يعقل الدري في عمره 4 سنين كيمشي ساعة باش يوصل للمدرسة يقرا نص ساعة ويجي ساعة؟ واش هادشي معقول؟ حنا في تحالف العهد والتجديد في البرامج ديالنا كنقولوا يجب كل حي، كل جزئة كيعطيها الترخيص خاصة يكون فيها مدرسة ديال الابتدائي، باش الوليدات ديالنا يخرج من الدار يدخل المدرسة، ما يبقاش غادي في الطوموبيلات، والطوموبيلات دون المستوى. خصنا مراقبة، خصنا حكامة، خصنا وجوه، وخصنا نخب سياسية عند الكبدة على الشعب، خصنا ناس عند الغير على الوطن، خصنا ناس كتسبق المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. التعليم الخصوصي غير مراقب، الله يهدينا. إذا بغينا نزيدوا بالمغرب خصنا نصلحوا التعليم، والتعليم خصنا نردوا الاعتبار المؤسسات التعليمية العمومية. التعليم الخصوصي على راسنا وعينينا، ولكن ما كاينش الإضافة، ما كاينش الإضافة. كاين ترونسبور ساعة هو كيدور كيجيب الدري مهلوك أمراض فتن. خلوني ساكت. الدور الأساسي بالنسبة إليكم هو التعليم، دعم وتعزيز المدرسة العمومية. واضح في 40 ثانية السيد العربي العزوزي، تختمون في 40 ثانية، تفضلوا. حضر اسمح لي سيدي عزيز، تفضل، بأن أستلهم كلمات الطريق إلى 7 أكتوبر لأستعملها، وأقول بأن الطريق إلى 7 أكتوبر ومن خلال لقاءاتنا ومهرجاناتنا التي أقمناها بمناسبة الانتخابات ديال 7 أكتوبر، وقفنا على شيء مهم جدا، ألا وهو الشعب المغربي والمواطن المغربي الذي بلغ درجة من الوعي، استلهمناه ووقفنا عليه من خلال أن تجمعاتنا لم تكن لم تبقى تجمعات خطابية. شكرا. لا، بل إنما هي مهرجانات. شكرا لك. مهرجانات يأخذ فيها المتدخلون كلمتهم. واضح. كلمة لكم سيد فريد خلفي، الختم في 40 ثانية لو سمحتم. المغاربة كاملين، بغيت نقول لكم، والسكان إقليم برشيد كاملين، نهار 7 أكتوبر عندك الحق تختار، ما يمكنش لك طالب شي حاجة منها من وراء نهار الجمعة. صوت على رمز التفاحة والناقلة، غتلقانا بجنبك دائما وأبدا من أجل مغرب ديال الدراوش وديال جميع الطبقات. شكرا لكم. بهذا نكون قد استوفينا وقت المخصص لهذا البرنامج. أشكر ضيفي الكريمين، السيد العربي العزوزي عن حزب الوحدة والديمقراطية، كما أشكر السيد فريد الخلفي عن حزب التجديد والإنصاف، وأشكر كل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة، والشكر موصول لكم كذلك مشاهدينا الكرام على تتبعكم وحسن وفائكم لبرنامج الطريق إلى 7 أكتوبر. دمتم في رعاية الله.